الآن القصة، التلميحات أو التصريحات التي تقول أنه السيد الصدر بدأ تغيير اسمه من التيار الصدري إلى التيار الوطني الشيعي، ويقال بمباركة ودعم المرجعية بالعودة للعمل السياسي. هل عودة السيد الصدر إلى العمل السياسي والدخول بالانتخابات ستقلب كل الموازين؟ هل سيعود لينتقم؟ أولا أنه تغير من التيار الصدري إلى التيار الوطني، أي صحيح هذا تغير، صار تغيير. أي ثانيا أنا في تقديري توقعات أن التيار الوطني سيعود للعمل في الانتخابات، ولكن سمحت السيد الصدر لن يعود، لن يعود إلى العمل السياسي. لا، شنو هذا الإعلان؟ شنو هذا؟ التيار تغير، وهي إحدى وسائل إبعاده عنها، يعني ما يريد التيار ينحسب على اسمه وعلى عيلته. زين، بدل التيار الصدري صار التيار الوطني الشيعي. أنا في تقديري أن التيار الوطني الشيعي سيعود ويمارس الانتخابات، لكن بمباركة السيد مقتدى، يقول لهم الله يبارك لكم، مو هو يصير زعيم التيار الوطني الشيعي ويخوض المعركة بنفسه. في تقديري التيار سيعود، ولكن زعيمه لن يعود للعمل السياسي في هذه المرحلة. ثلاثة، مباركة المرجعية هذا غير وارد، ويعني لا أميل لتصديق أن المرجعية في النجف عادت وتدخلت لدعم طرف ضد طرف آخر أو ما شاكل. المرجعية لا زالت في بيتها تراقب، تتابع، حريصة على ذلك، لكن لا تتدخل أبدا، لا بالإطار ولا بالتيار. تقدر باعتقادك أستاذ، أنت تتحدث تحليل لو معلومة، أنه السيد الصدر لن، لا تحليل، التحليل تنبؤ، توقع. توقع برأيك لماذا؟ هل السيئة تعتقد أو تتوقع أو تحلل وفقا لأي معطيات أن السيد الصدر سينسحب من العمل السياسي وسيوكل المهمة لقائد آخر؟ ما هذا تعبه؟ لا، السيد طموحه العلمي والمرجعي أكبر من طموحه السياسي، أي وقد يعتقد أنه على المستوى السياسي أنجز ما عليه. اللي عند الطاف، هاي كلها تقديرات. أي. قد يصل هو إلى هذه القناعة، سياسيا أنجز ما عليه وبالتالي ينسحب، يعني يترك لهم، قلت أنا سويتكم، ربيتكم، كبرتكم، أي روحوا اشتغلوا. وطموحه في الانصراف للعلم والمرجعية كبير ومهم في تقديراته.